أيام الشعر العربي الفصيح المنظمة ببسكرة تندرج ضمن سلسلة الأيام الأدبية المبرمجة من طرف وكالة الإشعاع الثقافي. بعد الجزائر العاصمة، بعد مدينة خنشلة، اليوم في بسكرة، وش ننطلق إن شاء الله في مدن أخرى لنقول شعرا بالأمس. شعر ملحون شاوي، ونمشي إلى بجاية وتيزي وزو. هذا الزخم من الأدب نفتخر به، واللي يحمل كذلك تاريخنا ويحمل هويتنا. الشعر الفصيح هو العمود الفقري للإبداع الشعري، فما على القائمين على القطاع الثقافي أن يولوا له كل الدعم. في الجزائر موجود بقوة من خلال أسماء وأصوات شرفت الجزائر خارج الحدود في مسابقات ومهرجانات وجوائز دولية عربية. على القطاعات الأخرى ذات العلاقة أن ترافق هذه المواهب، أن تفرضها فرضا في مناهج التربية، في وسائل الإعلام. من تكونون؟ ما الشعر في عرفكم يا رباق؟ وما الأسر والإنعتاق؟ صار يدهشني حين أقرأ. يذكر أن وكالة الإشعاع الثقافي أطلقت مسابقة في الشعر، نتائجها قد يعلن عنها في غضون شهر على أكثر تقدير.